واهلا وسهلا بحضراتكم بقناة سودانية 24 ساعة، واهلا وسهلا بمشاهدي قناة سودانية 24 ساعة من داخل وخارج السودان. وزي ما حضراتكم شفتوا ان احنا كل يوم عندنا اطباق جديدة ومختلفة، والنهاردة اطباقنا مختلفة بالفعل. اطباقنا اقتصادية ورخيصة، المكونات بتاعتها مش غالية خالص. خلينا نطلع نشوف اول مقادير لاول طبق ونرجع مرة تانية واحنا في انتظاركم ان شاء الله. السلام عليكم مرة تاني، واهلا وسهلا بمشاهدي قناة سودانية 24. وزي ما تعودنا ان كل يوم نبدأ بالمربى، وقلنا هناخد كده فترة نبدأ بالمربى. طبعا امبارح عملنا مربة الفراولة، وقلنا لحضراتكم هترجعوا معانا تاني يوم بنكون احنا جهزناها وحطيناها في البرطمان، وهي موجودة قدام حضراتكم في البرطمانات اللي هي مع صف المربى. طبعا المربى موضوعها سهل، وفكرت برضو النهاردة وانا بكتب المقادير ان احنا نشتغل نوع من انواع المربى، فقررت ان احنا نعمل النهاردة مربة الجوافة. مربة الجوافة كيلو جوافة بجيبه، عشان مقاديره مش موجودة معنا على الشاشة، تمام. كيلو جوافة بغسله وبنظفه وبحط عليه نص كيلو سكر، يعني الكيلو بياخد نص كيلو سكر. في ناس بتحط على الكيلو كيلو، يستحسن ان احنا نحط على الكيلو نص كيلو، ما نسكرهاش قوي، تمام. نبتدي ان احنا ننزلها في الحله كده، ومعاها طبعا هننزل معاها معلقه عصير ليمون كده اهو. هنضيف معاها بمعدل نص كوبايه ميه كده، هدوبها في شويه السكر الباقيين دول. وطبعا قلت يستحسن بالنسبه دايما لما اجي اعمل المربى تكون انا ضايف السكر مع نوع الفاكهه في الثلاجه، بياخد شويه في الثلاجه كده، لو ياخد يوم يبقى كويس جدا. اهو بالشكل ده قدام حضراتكم، نجيب عصير الليمون اهو، ننزل كده بعصير الليمون. اضافه عصير الليمون بيخلي ان العسل السكر ما يكتلش، تمام، بيخليه محلول معانا كده اهو. بنخليه كده مع بعض وبنضيفه على النار ياخد راحته، تمام. في ناس بتضربه في الخلاط بالبزر بتاعه بعد كده نص ضربه، وبعد كده تصفيه وتنزله هنا، ده برضو فكره يعني. لكن في انا اتكلمت امبارح ان احنا ما نضربش المربى قبل ما نصنعها، لكن بالنسبه للجوافه ما فيش مشكله خالص، تمام. بنعلي عليها النار بتاعتها، بنخليها على نار متوسطه لمده ساعه، ونخليها ايه موجوده. هنبتدي نشتغل في البطاطس، كرات البطاطس. اول حاجه انا سلقتها قدام حضراتكم اهي، وهرستها بايدي، تمام، وهي برضو لسه سخنه بالشكل ده كده اهو. كيلو من البطاطس. طيب في ناس بعد ما بتطلع البطاطس بتقول انا هي البطاطس بتاعتي اللي انا عملتها شاربه ميه، ليه؟ بيكون السبب ان انتوا حضراتكم بتقشروها وبتقطعوها وبتحطوها في الحله على النار، لا احنا من هنا بنضيفها بالقشر بتاعها، تمام. ناخد هنا بقى السمن الزبده نضيفها كده ونخلط كده اهو. وانا بخلط هنزل بالبقدونس كده اهو. اداه الربط بتاعت البطاطس هنا هيكون معانا اللي هو البقسماط، اللي هو البقسماط ده بنجيبه من العيش المجفف الموجود في البيت. هنا دي البهارات بتاعت الشمار، الثوم البودر، البصل البودر، والبابريكا والشطه، كل كده مع بعض. الشطة اختياري للناس اللي ما بتحبش تاكل شطة، ما فيش مشكلة خالص، ممكن تحذفوه، تمام. لكن البهارات، شوف انا اول ما ضفت البهارات الريحة طلعت عليا بالمناسبة، تمام،
اهو كده، نخليها كل ده يشتغل مع بعض كده بالشكل ده كده. هنزل هنا ده كده البقسماط اهو كله قدام حضراتكم، ما حبيتش اعمل حاجه بره الهواء الا مع حضراتكم نشتغلها مع بعض كده اهو كده اهو. طيب بعد ما هصبحها او هكورها تمام، انا هضيف من عندي شويه اورجانو، لو عايزين تضيفوها ضيفوها، مش عايزين تضيفوها مفيش مشكله خالص اهي، بس الاورجانو هيديني برضو ريحه حلوه جدا للبطاطس دي. طبعا في نوع من البطاطس بيكون محشي، يعني من النوع ده هيكون محشي، لكن هنعمله في مره تانية ان شاء الله مع بعض الخطوات كامله. هنوسع بقى كده عشان ايه نشوف هنعملها ازاي بعد كده الخطوه الثانيه. هنا كده عندي دقيق كده، وعندي هنا بقسماط تمام، عندي البيض ده كده، ناخد دي هنا مع البيض، هنضيف كده مفيش مشكلة خالص، مع البيض هتضيفوا الملح وفلفل أسمر تمام. وما تنسوش ان احنا هنا العجينة بتاعتنا ما ضفناش الملح لسه تمام، اهو كده، وهنعجن تاني عشان ايه الملح كده، وهنا نضيف الملح كده اهو، شوية برضو بابريكا كده، نعمل نقلب كل ده كده مع بعض كده اهو كده. نرجع كده نجيب بقى هنا ده كده عشان ضفنا الملح اهو. هناخد سريع كده تكوره بالشكل ده كده سريع، تعملوا ايه هنا كده كده اهو كده تمام. هاخد بس ايه حته دهن كده في ايدي اهي كده عشان ايه تظبط معايا كده اهو تمام كده كده. عايزين بقى لو عايزين تصبعوها براحتكم تمام، انا هضطر اعمل معاكم الكميه دي كلها على الهوا. هنيجي هنا كده بقى نعمل ايه البقسماط دي مع الدقيق، هناخد هنا الاثنين مع بعض كده، لو احتاجنا بنرجع تاني ناخد كده اهو الاثنين دول كده مع بعض كده. يا حبذا بقى يبقى احلى لو ضفنا برضو شويه بيكنج باودر مع الخلطه دي تمام. الخلطه دي هنضيف لها برضو شويه ملح كده تمام، كركم هيديني لون حلو جدا، الكركم هنا تمام. قلب كده اهو كل ده كده مع بعض، ونرجع تاني نعمل ايه بقى هنا كده 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 اهو هنا، طلعها من هنا دحرجاها هنا تمام كده كده كده. هنضطر بعد ما نعملها مش هندخلها في النار مباشرة، هنحطها في التلاجة نص ساعة ونرجع ناخدها تاني تمام. هنحط في الأرضية شوية من كده كده اهو تمام اهو كده، شايفين حضراتكم شايفين كده اهو، ناخد ده كده اهو اسرع كمان عشان ايه نعمل الكميه سريعه مع بعض اهي كده اهو. واحنا مع بعض هنجرب لكم برضو قطعه نشوف برضو اخبار الزيت ايه معانا عشان تكونوا عارفين لو احنا حطيناها دلوقتي هيكون شكلها ازاي، ولو دخلت التلاجه هتدينا شكل ازاي تمام اهو. مع بعض ايه خطوه خطوه، شايفين الكمية دي كمية حلوة جدا وكبيرة. وبعدين بقول لكم على حاجة، احنا طبعا داخلين ان شاء الله على العيد وكل سنة وانتم طيبين، ممكن الكور دي تعملوها جنب اللحمة، تكون جنبكم في لحمة مشوية تعملوها ايه جنبيها. وطبعا احنا طبعا لسه ما عملناش شغل العيد، هنعمله مع بعض ان شاء الله، يعني انتظرونا بقى كمان لشغل العيد الفترة الجاية دي ان شاء الله بنعمل احلى شغل مع بعض.
اهو تمام كده، بنخليها تشرب من البيض بالشكل ده كده تمام، وبنرفع تاني اهو اهو كده. انا بحاول اعمل ايه اكبر كميه ممكنه، وكمان عشان زمن برنامجنا نفسي اعمل لكم الكميه دي كلها مع بعض على الهوا اهي، بس الفكره عشان تكونوا عارفين ده مهم جدا اهو. ناخد بقى نشرب كده اهو كده كده، ما تدخلوهاش الفريزر، تبريد بس تمام اهو اهو، هتعمل معانا كميه ما شاء الله حلوه جدا كده. مفيش مشكلة، أنا باخد من هنا وبحط هنا أهو كده أهو، كل ده جنب بعض كده أهو أهي. ناخد تاني نعجن كده، يبقى هنا نجاح العجينة بتاعتنا دي إن إحنا قلنا إيه، لما ننزلها في النار، ننزل البطاطس في النار تكون بالقش بتاعها، أهم حاجة برضو نكون غاسلين البطاطس تمام. أي فرشة نظيفة كده في البيت بننظف بيها البطاطس تمام، من الأتربة اللي موجودة عليها ومن الطين اللي بيكون موجود عليها تمام. بنحطها في مية، ونحط في المية شوية ملح، وندخلها على النار حوالي 3/4 ساعة كده، بتكون استوت كويس جدا تمام. في الحالة دي أنا ذاته بكون حافظت على القيمة الغذائية بتاعة البطاطس، إن شادر اللي موجودة فيها اللي هو النشا اللي موجود فيها ما بيكونش فقدته في المية تمام. ده بيكون طريقة حلوة جدا ان احنا لسه محافظين على الكربوهيدرات الموجودة في البطاطس بتاعتنا اهو، شايفين كده على طول اهو اهو تمام كده اهو، شايفين الحلاوة دي اهي، وتطلع مقرمشة ان شاء الله وتعجبكم، تعملوها لاولادكم لاحبابكم، حاجات حلوة سهلة ايه بسيطة تمام كده اهو اهو. انا بستكفى طبعا بالكميه دي عشان ايه، نشوف اللي بعد كده اهو كده. طيب انا عايز اعمل كمين حبيتين ايه مصبعين كده اهو، شايفين حضراتكم كده، ناخد بقى ايه شويه كده ايه تصبيعه زي دي كده، يعني ما تقيدوش ان احنا انا عاملها مدوره يبقى هي لازم تكون مدوره، لا ممكن تعملوها اشكال كمان تمام. عندك فورمه في البيت وحبيت تعملها عليها اشكال بتطلع كويسه برده وناجحه، عشان اطفالنا ياكلوا اللي ما بياكلوش بطاطس، لما تعمل للاطفال بالذات حاجه فيها اشكال كده وحاجات حلوه بياكلوها. لما تيجي تنزلوا البطاطس دي برضو تكون النار مش بتغلي، تكون سخنه تمام، اللي هو احنا نشوفها دلوقتي. طبعا انا حطيت عينه اهي حته قطعه منها في الزيت عشان نشوف الزيت هيبقى ماشي معاها ازاي كده اهو كده اهو كده اهو كده، بيكون انا عملت كميه معقوله تمام اللي احنا نقدمها لحضراتكم، وبكده بيكون انا استكفيت بالكميه دي كويس جدا كده. ما اخد دول قبل ايه اهو اهو. طبعا بعد ما اخلص الكميه دي انا مش هحطها في النار مباشره، هحطها في التلاجه شويه كده، بيكون نشتغل في الطبق الثاني، واحنا بنشتغل في الطبق الثاني وفي نهايته بنروح مدخلين ايه، نبتدي نرمي ده في الزيت ونشوف مع بعض هيكون شكله عامل ازاي تمام اهو اهو، شايفين الحلاوه دي اهي. وقلت لكم برده لو عايزينها تكون مقرمشه اكتر هنديها ايه كده اهو، نديها شويه ايه كربونات تمام اهو اهو كده كده اهو كده زي الفل اهو قوي كده، ونرمي كده اهو كده خلاص، ده خلاص كده انتهى. وبكده بيكون الطبق قدام حضراتكم، ده انا بقى اكملهم بعدين مع نفسي كده تمام. ده الطبق بيكون قدام حضراتكم اهو، انضف بقى مكاني كده خلاص، ده الطبق حضراتكم اهو تمام. اشوف بس الزيت، انا عايز اجرب لكم واحده بره لو الزيت سخن هيكون عامل ازاي، هاخد حبايه هنا عشان نشوف شكلها لو احنا حطيناها بدون التلاجه تمام، وهدخلها التلاجه. كده انا دخلتها التلاجة، هتاخد معانا في التلاجة كده ان شاء الله نص ساعة، وبنرجع تاني نرميها معاكم على الزيت. يلا بينا نشوف طبقنا التاني، وانا في انتظاركم ان شاء الله عشان نشوف تفاصيل الطبق الحلو بتاعنا.
واهلا وسهلا مره تانية بسادة المشاهدين. عندي كده ايه عدد دي قدامي، هنعمل حاجة اسمها ايه فطير مطبق. يعني ايه الفطير مطبق ده اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي؟ هذا الدقيق، هذا السمنة، هذا السكر والخميرة والملح. كويس، انا هنا شغال بكوباية ونص عشان نكون ايه في المصداقية. يعني انا شغال هنا بكوباية ونص، تمام؟ بكوباية ونص دي هي نص الكمية اللي موجودة في المقادير اللي في الشاشة. انتوا وحضراتكم تشتغلوا على المقادير كاملة زي ما انتوا عايزين، تمام؟ هنزل كده بالدقيق اهو هنا، هنزل بالمواد الجافة اولا، الخميرة والملح والسكر، وبقلب كده، تمام؟ اهو باخد السمنة كده نص الكمية دي. طبعا الكمية اللي موجودة اللي في الطبقة دي حضراتكم هنشوف مع بعض انا هعمل بها ايه، تمام؟ اهو بنزل بتاع كده، تمام؟ وبيكون عندي مية للعجن، هعمل كده خلاص. ده كده نبتدي كده، اخد الدقيق مع السمنه بالشكل ده كده اهو، نبسها كده بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه، ندخل ده كده مع بعض، تمام؟ اهو بعد كده بنزل بالميه حبه حبه واقلب كده اهو، تمام؟ اهي نلمها كلها كده. اعتقد شايفين حضراتكم الزيت بدا يعلى معايا اهو، وطالما القطعه اللي شايفينها دي على الزيت طلعت يبقى انا كده تمام. اروح واخد دي وانزل بها كده اهو، هنشوفها طبعا هيحصل لها ايه. شايفين حضراتكم كده اهو، دي مستوى العجينه اللي انا عايزه، تمام؟ اهو شايفين الجمال ده اهو، ده العجينه اللي انا عايزها. شايفين الجمال ده، اهي دي العجينه، تمام؟ اهي بلمها كلها كده مع بعض. انا حبيت اشتغل يدوي عشان حضراتكم في البيت هتشتغلوها يدوي، هو ده السمك اللي احنا عايزينه. طب السمك ده هنسيبه يتخمر هيطلع لي بالشكل ده. قبل ما اكمل تفاصيل الشكل ده وازاي ان انا افرده وازاي انا بحشيه التفاح، هنطلع فاصل صغير ونرجع وانا في انتظاركم ان شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين كده، دي العينة البطاطس اللي انا ضفتها من غير ما احطها في التلاجة، برضو طلع كويسة، لكن كل ما اضيفها في التلاجة وتاخد حقها في التلاجة بتطلع لي ايه مشدودة اخطر، فانا حبيت اوريكم كده واوريكم كده، تمام؟ هنخليها دلوقتي ده قدام حضراتكم. يلا بينا، انا عملت واحدة، يلا بينا نعمل الباقي مع بعض، تمام؟ عندي البيض هنا مع الفانيليا، هوريكم الشرح بتاع كل حاجة في ايه في الفطير المطبق ده. هاجي هنا عندي تفاح اهو، تمام؟ مبشور مع القرفة كده، هاخد معاه السكر، ده الحشو بتاعي، تمام كده. طبعا كل ما التفاح نبشره فريش في نفس اللحظة بيكون أحسن، تمام؟ أهو كده، أجي كده بقى أوسع على نفسي، أخد بقى العجينة دي كده قطعة منها كده، وأكون هنا في عندي دقيق أهو كده. لو لاحظتوا تحسوا ان العجينه دي زي المورقه، تمام؟ اهو كده كده، تمام؟
نعمل ايه؟ ناخد لو في احرف كده مش مظبوطه بنشيلها، تمام كده. وهعمل ايه؟ اخد كده في النص، حلو الكلام، واجي اعمل كده هنا كده، اقفل كده اهو كده. هاجي برضو بنفس الخلطه دي هنا بالشكل ده كده، واجي اعمل ايه؟ اقفل كده كده اهو، تمام. ده اللي هو المطلوب، الفكره بتاعته، تمام اهو. ناخد يلا شويه دقيق كده، تمام. ناخد قطعه عجينه كده اهو، عايزين تكوروها قبل ما تفردوها مفيش مشكله خالص، تمام اهي اهو. ونيجي هنا كده كده اهو كده. هنا العجينه لما بتاخد وتدي معايا ممكن اريحها خالص على جنب اهو كده، بسم الله كده. واجي من هنا كده برضو اديها فرده من هنا اهو اهو كده. اجي هنا اهو، ممكن الوش، تمام كده اهو، تدهنوه سمنه، وممكن تدهنوه انا عامل هنا بيض وفانيليا، تمام كده في الحته دي كده اهو. ناخد لنا كمان واحده عشان يبقى اربعه حلوين كده اهو، تمام اهو. سريع سريع عشان ناخد الطبق اللي بعدين ان شاء الله اهو، بسم الله كده اهو. شايفين العجينه في ايديا بتعمل زي التوريقه، تمام. ناخد شويه دقيق ده كده اهي اهو. انا عايز اعمل ايه؟ سريع سريع عشان دي لسه هتخش الفرن وانا ما عملتش حاجه بره الهوا زيها، تمام اهو. يلا ناخد الحشو ده كده هنا اهو، تمام في النص كده، ونيجي كده، تمام. ناخد بقيه الحشو ده كده هنا، تمام. ممكن اعمل كميه اكبر واكتر واكتر. هنا بقى دي هخليها مختلفه شويه، هنديها سن السمنه هنا، تمام. وهنيجي هنا، حلو الكلام كده، ونيجي هنا كده اهو، عملت اربعه حلوين. هاجي بقى ايه عندي؟ ده بيض، ده بيض مع فانيليا، تمام. لو حبيت تدهنيها قشطه مفيش مشكله، حبيت تديها سمنه من على الوش مفيش مشكله، بس احنا طبعا اديناها سمنه كتير فبيبقى كده كفايه قوي. اديها كده اهو، الشكل ده كده بيض اهو اهو كده. اديها وش بيض حلو يعني كده من الجناب كده، بس كده سهله. ازاي؟ شفتوا العمليه بتاعتها سهله والعجينه بتاعتها سهله. هندخلها الفرن كده اهو، هنديها 25 دقيقة، تمام، على 180 حرارة 180، تمام. هنرجع بقى لمرجوعنا ونرجع نشوف مقادير طبق الشوربة بتاعنا. يلا بينا نشوفها على الشاشة المقادير ونرجع مرة تانية، وأنا في انتظاركم، ما تروحوش أي محطة. واهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم. طبعا الزيت بتاع الكرات البطاطس زي ما هو هنبتدي نشتغل عليه، بس خلونا نبتدي تفاصيل الشوربه بتاعتنا، تمام. ناخد كده نبتدي ان احنا ايه، في اي ماده بقى، في ميه، في اي حاجه كده
ناخد زماننا بسرعة اهو، نلمع كده تمام. هنا هضيف مادة دهنية، حلو، زيت، وهنا برضو هنضيف الزيت. هنكسرها بقى بشوية سمنة هنا وشوية سمنة هنا صغيرين كده، حبة صغيرة تمام، بس نظبط ايه الطعم بتاعنا اهو تمام. خلي ده كده يفك كده شوية، يسيح مع بعض، وده يسيح مع بعض كده. نرفع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي هنا كده ناخد دي كده. هبتدي اجيب بقى الكرات الايه البطاطس بتاعتي، ابتدي ارمي وانا شغال في الشوربه، هبقى شغال كده وشغال كده، مفيش اي مشكله خالص تمام. في البيت ما تطبخيش نفسك، يعني اللي تقدري عليه اعمليه. نشوف كده اخبار الزيت هنا ايه، اهو ما شاء الله، بسم الله كده. وهنا برضو براعي حضراتكم بقى، اول ما السمنه بتسيح هنا بعمل ايه، بنزل باللحمه دي تمام. اللحمه هتكون هنا لوحديها، انا نزلت الاول بحتتين اشوف الاخبار عشان كمان ياخد ايه، لان الزيت كان عالي، فلما الزيت يعلى بدل ما ارمي كل الكميه وتاخد لون الاسمر كلها مره واحده من علو الزيت، بقول ايه بستغنى عن قطعتين مفيش مشكله تمام. هنا اهو ماشيه معايا اللحمه هنا، وهنزل هنا بايه، بالبصل بالشكل ده كده، ببتدي اشوف الاخبار دي اهو، شايفين الجمال ده اهو. ناخد بقى كده منديل ونطلع عليه، الله، شايفين الحلاوة؟ ناخد كده وننزل هنا تمام؟ يلا ناخد اللي بعد كده. كده عملنا التست بتاعنا الأولاني اللي هو كان ما حطيناهوش في التلاجة، وفرجناكم إن إزاي لازم يخش التلاجة يربط. يربط يعني إيه؟ يعني المكونات تشد وتمسك بعضها كده، وبرده الطوة ما تملوهاش تمام؟ واديني هنا شغال على اللحمه اهو ما شاء الله سريع، وهنا البصله، وهقول لكم ليه انا اللحمه عملتها لوحديها طبعا، هنشوف مع بعض تمام. والبصله هنا ايه تاخد راحتها خالص اهي، اهو تاخد تحميره صغيره، وهي بتتحمر بنزل مع ايه، مع الثوم كده كده اهو تمام، وبقلب كل ده كده، خليه مع بعض يعيش كده. وبرده ما انساش ايه الكرات اهي بتاعتي هنا، اخبارها ايه، ماشيه كويس جدا اهو تمام. واللحمه بتقول انا اهو كده، وما شاء الله شايفين العجينه، لو الكاميرا تجيب لكم التفاصيل الحتت الحلوه دي، العجينه بترتفع اهي. انا مش عايز افتح لكن ممكن افتح لكم لحظه واحده بس، يلا شايفين اللقطه دي، شايفين العجينه هنا بترتفع ازاي، شايفين الجمال ده، بس هتاخد الوش بتاعها، هو ده الحلاوة اللي احنا عايزينها، وده الحاجة اللي احنا عايزينها في البيت تمام. اهو شايفين اللحمة هنا كده اهو، وده البصلة شغالة كويس اهو ما شاء الله، والكرات بتاعتنا على النار، اللهم صل على النبي، شايفين الجمال ده، الله الله الله، ده يعني حاجة كده للأطفال، سناكس كده، هم قاعدين كده، اديهم الجمال ده، بدل ما تجيبوا حاجة معلبات احنا مش ضامنين مصدرها تمام، اهي سناكس، حاجة ظريفة عملتيها في الايد وفي البيت على ايديك وضمناها تمام، شايفين الجمال ده اهو، وايه مفيش تكلفة عالية، حاجات من السوق، حاجات رخيصة والله، مش حاجات مكلفة تمام، ما حطيناش فيها اي اضافات اخرى، قدام حضراتكم كانت اهي. وهنا البصلة ماشية كويس معانا، طيب البصلة هنا وهي شغالة كده هنعمل ايه، هننزل دي طماطم، دي طماطم مفرومة، خدت الداخلي بس اللي هو اللحم بتاعها، بنزل كده هنا تمام مع الجمال ده كده، بنزل هنا بالشوفان بتاعنا اهو كده، ده مع بعض، هنزل بالجنزبيل بتاعي ده، جنزبيل فريش كده، ما ضفتش اي بهارات تانية لسه تمام اهو، كل ده مع بعضيه. هنعمل ايه، عندي شوربة، قلنا الشوربة احنا داخلين على العيد، وكل سنه وانتم طيبين، الخروف لما نذبحه يا جماعه العظم ما نرموهوش، جمعوا العظم، جمعوه في اكياس كيلو 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 تمام، وقت ما يكون عندنا شوربه نجمع العظم ده ونخزن. شايفين حضراتكم معايا اهو التفاصيل الجميله دي. اللحمه ليه انا ما ضفتهاش هنا، ليه، لان انا هضرب ده بالخلاط وبعد كده اضيف له اللحمه تمام. اهو شايفين الحلاوه دي اهي، ماشيه كويس اهو،
يلا بينا نقدم طبقنا ده. بسم الله كده ناخد شوية بقدونس حلوين كده تمام. ده أحلى حاجة لما تقدموه مع البقدونس بيبقى رهيب تمام كده. وطبعا زي ما حضراتكم اهي كل حاجة على النار، ما حبيتش انا اعمل اي حاجة بره الهواء عشان يبقى قدام حضراتكم كده. في البيت قطعوا براحتكم ما تستعجلوش، اهو شايفين كده. برضو عايزين نبص على الجوافة اخبارها ايه. الله شايفين الجمال ده اهو. نبتدي بقى ايه في الجوافة هنا، نبتدي نهرس كده تمام. كل شوية بنيجي عليها ونهرس بالشكل ده كده اهو. بتهرس معايا ازاي اهو. فانا ما بفضلش ان هي تضرب في الخلاط، لان انا عايز ادوق بهاريس، ادوق الايه قطع من الجوافه تمام اهو. باجي لها تاني برضو واكمل هرس، لان هي بتقعد معايا ساعه تمام. وهنا شايفين هنا مجرد ده ما بيطلع لفوق كده الكرات دي بتقول انا قربت استوي. ناخد شويه كده هنا كده اهو اهو. شايفين الحلاوه دي اهي اهو. ابهري اولادك في البيت تمام. يا سلام تعزمي بقى ناس عليها، حلاوه حلاوه حلاوه. هنعمل لكم ان شاء الله حلقه ازاي ان احنا نضيف بقى في الحشو، نحط جبنه، نحط لحوم، هنعمل لها برضو حاجه، وهتكون بس الكره هتكون اكبر من كده شويه تمام اهو. هنا هنبتدي بقى ايه شويه البهارات بتاعتنا اهي كده. البابريكا طبعا احنا ضفنا جنزبيل صح. هنا الملح اهو، شويه كزبره يظبطوا المسائل وكده يبقى ايه زي الفل كده اهو. طبعا حضراتكم شايفين الجمال اللي قدامكم ده، وان شاء الله يا رب يكون الاكل عجبكم والتفاصيل تكون واضحه. هنطلع فاصل صغير ونرجع ونشوف بقيه الحاجه الحلوه اللي معانا دي. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا بس ضربت الشوربه كده ايه نص ضربه تمام عشان تظبط معايا الطعم كده. اديتني اللي انا عايزه، هبتدي انزل بيه باللحمه بالشكل ده كده اهو. الجمال ده كله جاي لكم اهو تمام. ايه حلو الكلام ده. يلا خليها تاخد غلوه كده مع بعض ونرجع نعبيها على طول تمام. طيب هنعمل ايه، ناقصنا حاجه واحده بس صغيره حبيتش اضيفها لقدام حضراتكم، الصلصه دي تمام. خليها تاخد كده مع الصلصه دي ومنها وبرفع خلاص اهو كده. اخر حاجه انا ضفتها الصلصه تمام، هتاخد الغلوه بتاعتها وبعد كده برفعها وتبقى ايه حاجه كده ملهاش حل تمام. ممكن بس ايه كده يبقى تمام. يلا بينا نشوف مقادير العصير بتاعنا الحلو. يلا بينا نطلع نشوفه ونرجع وانا في انتظاركم ان شاء الله.
واهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. قدامكم كل حاجه ان شاء الله كده. في المطبق يا جماعه في حاجه انا ما ضفتهاش قدامكم بس عشان المصداقيه، في جوز الهند بيتحط في النص، انا ايه ضفناه مع ال كان التفاح. ماشي، هنا الكنتالوب او الاناناس او الشمام حسب ما بيتسمى في المكان هنا. تمام، ده نعناع كده، عصير ليمون مصفى اهو كده، السكر كده، بعد كده هنعمل ايه؟ ادى التلج اهو، وعندي الميه هجيبها برضو. الميه مش هنضيف كتير لان الكنتالوب اصلا هو عباره عن ميه زي البطيخ اهو. اهو وده العصير الحلو ده، طبعا ما بيتصفاش عشان كده انا عملت كل حاجه ايه مصفى قبليها، يعني ورق النعناع عادي خالص اهو. الجمال ده، الله الريحه ما شاء الله عليها والله اهو. طبعا احنا صايمين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. نيجي نشوف الشوربه بتاعتنا، ناخدها نعبيها خلاص، كمان هي خلاص انتهت ما شاء الله، يعني شغالين على وقتنا كويس جدا الحمد لله. وطبعا شايفين ده لسه سخن المطبق، عايز اوريه لكم، اطلعه لكم حاجه. شايفين الحلاوه دي؟ طبعا هو اول ما بندخله في الفرن في النص، تمام، بعد كده بنرفعه لفوق شويه عشان اللون ده، تمام اهو كده، بس ايه لانه سخن شويه. هنا الشوربه هنصبها قدامكم اهي، اهو نقلب كده تقليبه حلوه كده اهو، دي اخر تقليبه خلاص. بنطفي بقى النار طالما مش محتاجينها، ده اهم حاجه في البيت يا جماعه، ما تسيبوش الحاجه ايه تكون شغاله اهي. وما تنسوش برضو احنا عندنا مربى هنوريها لكم بقى ايه الاخير. طبعا احنا زي ما احنا تعودنا ان احنا كل يوم بنوريكم شكل المربى في النهايه بيكون ازاي، تمام. دي لسه عايزه نار شويه، هنخليها على النار ونوريها لكم بكره طبعا زي ما احنا متعودين. اهو الجمال ده اهو، الله 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 ما شاء الله كده، طبق شوربه ما حصلش. بعدين طالما في شوفان يعني قيمه غذائيه عاليه اهو. ادي الشوربه تمام، وناخد نظبط الحلو بتاعنا كده كده اهو اهو كده اهو. الله الله، عايز اوريكم ايه يا ربي. شايفين الحلاوه دي؟ شايفين الجمال ده؟ زي الساندوتش تمام، ومورق، هو ده المطلوب اثباته اهي. بسم الله كده اهو، كده ظابط كده تمام. انا طبعا المربى هوريها لكم عشان لسه هرسها، طبعا هي خلاص كده بالنسبه لهنا للنار بستكفى بيها، وابتدى هرسها واوريها لكم هتكون ازاي. تمام، هنا كده وهي هنا كده اهو. اهم حاجه في المربى ما اضيفهاش في العلب بتاعتها وهي سخنه، تمام. هنا هتمسك مع نفسها شويه بشويه، بتمسك مع نفسها وبعد كده بعبيها كده زي المربات اللي احنا عملناها قبل كده اهو كده، عشان كل حاجه تكون ظابطه قدام حضراتكم. يلا
كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا عملنا كرات البطاطس بتكلفة بسيطة تقدروا في البيت تعملوها، ووريناكم التكنيك بتاعها، يعني ان احنا دخلناها في التبريد، ده كان اهم نقطة، وبعد كده طلعناها عشان تطلع لنا بالشكل قدام حضراتكم. عملنا الفطاير اللي هي قدام حضراتكم دي برضو بشكل مميز ومختلف. عملنا الشوربة وكانت شوربة طبعا سهلة وبسيطة، وطبعا فيها قيمة غذائية عالية جدا. تمام، عملنا العصير اللي هو كانتالوب، وبيفرق حسب المسمى، ممكن هو الشمام، بعض الناس بيسميه الاناناس، هو المهم الكانتالوب اللي عملناه النهارده كان بالنعناع والليمون والسكر حسب رغبات حضراتكم. كده بتكون وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله في الفتره القادمه بنشتغل معاكم شغل العيد، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.